للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية العربية المتحدة تم صناعة أول قاصرة بأيدي عربية صميمة، وقد رفع الرئيس جمال عبد الناصر علم البلاد على القاصرة الوقار إيذانا ببدء العمل بها. وأهدى الرئيس قبطان القاصرة مصحفا جديدا. وغادر الرئيس بعد ذلك مبنى هيئة القناة وبصحبته المهندس محمود يونس إلى ترسانة بور فؤاد، حيث جرى الاحتفال بتدشين الباخرة العربية في الجيزة التي أنشأتها هيئة قناة السويس. وقام الرئيس بعد ذلك بعملية لحام لوحين من ألواح أساس باخرة جديدة بدأت هيئة القناة في إنشائها. وقصد الرئيس بعد ذلك إلى الباخرة العربية الجديدة إسبانيا أسلوب، ورفع سيادته علم الجمهورية العربية المتحدة عليه.